المستقبل السياسي للجنوبيين مهدد في شرق البلاد، ويتزامن مع هجمة إعلامية إخوانية ضد قادة المجلس الانتقالي، وهجمة عسكرية حوثية أخرى ضد الأراضي الجنوبية، مع تحذيرات من اعتماد الميليشيات الحوثية استهدافهم للملاحة استراتيجية دائمة. كل هذا ما سنستعرضه معكم في الحصيلة. بعد سنوات على مرورها، رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي يستذكر قضية أحداث اللواء 35 مدرع الواقعة في مديريات الحجرية خلال الفترة من 2019 وحتى العام 2020. الرئيس العليمي وخلال مكوته خارج البلاد التقى في الرياض رئيس وأعضاء لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي في محافظة تعز الذين سلموه وثيقة الصلح في قضية أحداث اللواء 35 مدرع. وعلى وقع ذلك أكد مراقبون بأن أحداث اللواء كانت مخطط لجماعة الإخوان في السيطرة على اللواء بعد جرائم القتل والسحل والإعدامات، فتح جبهة باتجاه محافظات الجنوب وكدا الساحل الغربي نحو باب المندب. المخطط أيضا كان يهدف لمحاولة إرباك اتفاق الرياض وجهود حكومة المناصفة في ظل تراجع هيمنة الإخوان عليها بالنظر لمشاركة مكونات وقوى أخرى فيها. مراقبون أشاروا أن ما يثبت ذلك هو تعيين ضابط موالي للإخوان قائدا للواء عقب اغتيال قائده السابق، وذلك بمثابة تسليم المحافظة لجماعة الإخوان الموالين للميليشيات الحوثية بعد أن كان اللواء يقاتل الحوثيين أنذاك. بحسب ناشطين سياسيين أنه وفي الآونة الأخيرة برزت مؤشرات متزايدة على وجود تنسيق عسكري ولوجستي حوثي إخواني في محافظة تعز من خلال تسهيل الإخوان تهريب الأسلحة للحوثيين في جبهة تعز. وفي خضم كل هذه الأحداث السابقة والحالية، يثبت للجميع أن ما تقوم به جماعة الإخوان يهدف إلى بسط سيطرتها على محافظات الجنوب والإبقاء على مشروع الوحدة المشؤومة. ومجدداً تتكالب الميليشيات الحوثية وحزب الإصلاح برعاية غربية في تشويه سمعة قادة الجنوب وإيقاعه مع جمهوره في عملية انتهازية عبر إصدار فيلم وثائقي يتهم الجنوب والتحالف الدولي بانتهاك حقوق الإنسان. ورغم ضعف استدلالاته ضد الجنوبيين، إلا أن الفيلم تغافل عن الإرهاب الشمالي الواضح ضد الجنوب على مدى عقود، مما اضطر المجلس الانتقالي إلى طلب إجراء تحقيق رسمي عن الانتهاكات ضد الإنسانية منذ احتلال الجنوب. الثمن الباهظ هو التوصيف الحقيقي لما دفعه الجنوبيون في تاريخ الصراع مع الشمال، حيث عملت مقدراتهم الإنسانية والسيادية كغنائم حرب طيلة عقود من الزمن تعاملت معها سلطات صنعاء بالقبضة الحديدية ضد ما تسميهم الانفصاليين منذ حرب صيف 94 وفتوى التكفير الشهيرة حينها، مرورا بنضال الجنوبيين السلمي وحتى تحرير العاصمة عدن من براثن الإرهاب الحوثي. حينها ظل الجنوب يرزح تحت مطرقة صنعاء وسندان القهر والظروف المعيشية الصعبة، وتركت هذه الأقدار مصيرا للشعب الجنوبي تقررها صنعاء متى قررت وحيثما اشتهت. ورغم وضوح الجاني والضحية في الملف اليمني، تصر أيادي التحوث ومن بعدها أدرع الإصلاح في الخارج على استغلال علاقتها مع كبريات المنصات الإعلامية كقناة البي بي سي البريطانية لتصب عبرها الزيت على النار في عملية استهداف واضحة للجنوب دون غيره من خلال إصدار فيلم يدعي أنه استقصائي استهدف الجنوب ودولة الإمارات في قيادة التحالف العربي واتهمها بزعزعة الاستقرار في العاصمة عدن على طريقة الإرهابيين بحسب الفيلم، والذي صدر في وقت يشار فيه بالبنان الإرهابي الحوثية على الصعيد الدولي. ورغم كون الفيلم استثنى من مادته أي تعليق على الإرهاب الحوثي المحلي والدولي، وعلى العكس تماما اعتبر الأراضي الجنوبية ملاذا للإرهاب في اليمن داعيا زورا بأنها تتوسع، رغم أن شوكتها كسرت مرات عديدة في حضرموت وشبوة وأبين. وفي المقابل ظلت الميليشيات الحوثية تربي الإرهاب على أرضها وتشن معه الهجمات تلو الهجمات على الجنوبيين. وفي وقت من الأوقات مارست الميليشيات الحوثية حرب تصفية لخصومها السياسية والوجود السني في الشمال وحتى أصولها على مدى
سنوات، ووثقت مراكز متخصصة تصفية الحوثيين لعشرات الشخصيات القبلية المعارضة لهم في مناطق سيطرتهم، كما اقتادت إلى سجون الآلاف من المعارضين والنشطاء، ومارست دون غيرها في اليمن مسلسل الإعدامات السياسية على مرأى ومسمع العالم. الفيلم نفسه استهدف الجنوب دون غيره قيادة وشعبا، رغم سوابق الإرهاب الإصلاحي والحوثي الجمة، إلا إن مطابخ التحوث والإصلاح وجدت ضالتها في استهداف الجنوب بشكل مزدوج، فلعل ضربة الإرهابيين على الشاشة تأتي أكلها بعد أن خسرت ميدان الحرب، وتحاول نبش أي نصر لها في ميادين السياسة، فقد شكل توقيت الفيلم الذي صدر في لحظة فارقة تصنف فيها الميليشيات الحوثية إرهابا دوليا، بعد تهديدها خطوط الملاحة التجارية في المناطق البحرية الحيوية للجنوب، وتتوافق تماما مع الطريقة التي عرض بها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في الفيلم لإبرازه ضعيفا من خلال لقطات جانبية انتهازية لا تمثل حقيقة المقابلة، ويراد منها تحقيق صدام بين قادة الجنوب وجمهورها، وهذا يلزم الجنوبيين اتخاذ كامل الحيطة والحذر لمواجهة أي تحالف عسكري يجمع الحوثي مع الإصلاح بعد أن جمعهم على الجنوبيين في مضمار الإعلام والسياسة. المجلس الانتقالي استأجن استغلال قناة البي بي سي مقابلة الرئيس الزبيدي معه واقتطاع جزءا منها وتوظيفه في غير سياقه، ووعد المجلس في بيان له بالاحتفاظ بحق الرد على التشهير والإساءة والاجتزاء المتعمد لتصريحات الرئيس الزبيدي عبر الأطر القانونية، ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على تعريف نفسه بأنه حامل سياسي لقضية شعب الجنوب وتطلعاته الوطنية لنيل الاستقلال على الطريقة السلمية التي تقتضي حماية المدنيين والدفاع عن النفس عند الضرورة، مؤكدا بأن الجنوب اكتوى بنار الإرهاب والقتل والاغتيالات والظلم لسنوات طويلة، ويدعو المجلس الانتقالي إلى إجراء تحقيق شامل بشأن الادعاءات التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان منذ مطلع التسعينيات وحتى اليوم، مؤكدا مواصلته لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه، ومشددا على استعداده للمشاركة في أي عملية تحقيق محلية أو دولية على النحو الذي يضمن محاسبة المسؤولين عن كافة عمليات القتل والاغتيال السياسي خارج نطاق القانون خلال الثلاثة العقود الماضية. يشكل التخادم الإخواني الحوثي والدعم الغربي له جرس إنذار للجنوب للاستعداد أمام أي عملية يراد منها تصفية القضية الجنوبية على حساب التفاهمات الإقليمية والدولية، ويمثل استهداف قيادة الإمارات والتي تعد جزءا للتحالف العربي الذي عمد على مكافحة الإرهاب في الجنوب، هو استهداف لكامل المنظومة الأمنية في المنطقة، ويمثل إثباتا واضحا على نجاح الاستراتيجية الإماراتية التي قلمت أظافر الإرهاب عبر دعم المنظومة الأمنية في المحافظات الجنوبية وإنشاء القوات المسلحة الجنوبية المؤسسة العسكرية والأمنية الضامنة للمشروع الجنوبي، والتي في نهاية المطاف تهدف إلى تجفيف منابع مثلث الإرهاب اليمني بلا رجعة. وخلال هذا الأسبوع التقى الرئيس العليمي وزير الخارجية البريطاني وعدد من السفراء والمسؤولين الأوروبيين والأمريكيين ومراسلي عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية في العاصمة السعودية الرياض. كل تلك اللقاءات الدولية للرئيس العليمي تناولت في مجملها الأحداث السياسية والعسكرية في اليمن، إلا أن العليمي لم يتخذ فيها أي موقف صريح يدين الاعتداءات التي طالت نائب رئيس المجلس اللواء الزبيدي ودولة الإمارات في الفيلم الوثائقي الذي نشر على قناة البي بي سي البريطانية، رغم لقائه وزير الخارجية البريطاني، والذي اكتفى العليمي بالبحث معه في مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية والأموال للميليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخاذمة معها، وأكد التشاور والتنسيق بين البلدين والمجتمع الدولي للحد من أي آثار جانبية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، دون الحديث عن الهجوم الإعلامي الذي طال النائب الزبيدي والأشقاء في الإمارات الذين يعدون شريكاً أساسي في المرحلة الراهنة. مراقبون اعتبروا صمت العليمي عن تشويه سمعة الزبيدي ودولة الإمارات اضطفاف إلى جانب الأهداف الرامية لإسقاط الحقوق المشروعة للجنوبيين ودعماً للميليشيات الحوثية. ورغم الدعم الإماراتي اللامحدود للأزمة اليمنية في كافة مجالاتها وقدراتها في حماية مؤسسات الدولة على التماسك، إلا أن المؤسسة الرئاسية والحكومة لم تسجل أي إدانة لمحاولات تشويه الدور الإماراتي المؤثر في مسار الأزمة اليمنية. مراقبون اعتبروا قدرة دولة الإمارات على تجفيف منابع الإرهاب في الجنوب أكبر مساهمة أمنية ساعدت على استقرار الحكومة والبلاد.
ومع مطلع الأسبوع كان قد أصدرت الخارجية الروسية بيان حول لقاء الممثل الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية برئيس الوفد التفاوضي لميليشيات الحوثي في موسكو. بيان الخارجية الروسية حمل عدة نقاط كانت أبرزها إدانة الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على مناطق ميليشيا الحوثي، واعتبر ذلك طريف لزعزعة استقرار الوضع الإقليمي. مراقبون أعربوا عن استغرابهم من لهجة البيان الروسي، مشيرين إلى أنها جاءت كمؤيدة للحوثيين وممارستهم ضد الملاحة الدولية وتصعيدهم الحربي ضد محافظات الجنوب. البيان الروسي ذكر أن اللقاء أكد على أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئة الظروف اللازمة لإقامة حوار وطني واسع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية أممية، متناسياً في ذات الوقت التعنت والسلف الحوثي الصريح لكل المبادرات والمفاوضات الدولية الإقليمية. محللون سياسيون رأوا أن البيان الروسي حول اللقاء مع رئيس وفد الميليشيات يؤكد وقوف إدارة موسكو إلى جانب نظام صنعاء ويدعم تصرفاتها التي تسعى إلى بسط نفوذ إيران في المنطقة. وكما يبدو أن معاملة موسكو للحوثيين كفاعل يمني شرعي وانتقادها للضربات ضدها يلوح برغبة موسكو في البقاء على علاقة جيدة مع جميع الأطراف طالما استمر الصراع في اليمن حسب ما يراه مراقبون. وعقب اللقاء الروسي الحوثي عقد في الرياض لقاء آخر للخارجية الروسية، لكنه كان مع وزارة الخارجية اليمنية، إلا أن هذا اللقاء لم يبدي فيه وزير الخارجية اليمني بن مبارك أي موقف حول البيان الروسي الذي أيد بشكل غير مباشر ما تقوم به ميليشيات الحوثي وسط تساؤلات حول التخاذل الحكومي في الرد على روسيا وتحيزها للحوثيين والاكتفاء الحكومي بالموقف المتفرج حيال ذلك. وبعد أن ظلت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية تمارس عداءها ضد القوات الجنوبية في مديريات بيحان وتتكبد في ذات الوقت خسائر فادحة، علقت القيادة السياسية الجنوبية حول ذلك الهجوم المستمر للميليشيات، حيث قال اللواء فرج البحسني نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في تغريدة على إكس أن ميليشيات إيران الحوثية لا تمتلك عقلية السلام ولا تؤمن به وتجر المنطقة نحو الصراع، وأنها جماعة لا تفهم سوى لغة القوة وهي الرادع الوحيد لتهورها. وأشار إلى دحر الميليشيات من بيحان قبل عامين وهزيمتها ومحاولتها الحالية لاجتياح المديرية. البحسني أكد أن تلك الميليشيات أمام ألوية العمالقة ستكون انكساراتهم وهزائمهم دائمة، وأن المهزوم لا ينتصر. اتباعا لذلك غرد رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وقال أن دعم مسار السلام والحرص على إنجاح جهود الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي لا يعني عدم استخدام القوة ضد الحوثيين. وعلق قائلا أن ميليشيات الحوثي تستميت على أسوار مديريات بيحان من أجل إحداث فارق عسكري في مسرح العمليات القتالية على الأرض، لكنها تخسر وسوف تخسر كلما حاولت استهداف مديريات بيحان. متابعونا أوضحوا أن ميليشيات الحوثي ظلت لشهرين تجمع وتحشد وتعد للهجوم على مديريات بيحان، لكنها فشلت في كل هجماتها. وهناك من يرى أنه يجب تكثيف الدعم للقوات المسلحة الجنوبية وإمدادهم النوعي وعودة القوات البحرية الجنوبية، وهو الضامن الحقيقي لكسر جبروت الميليشيات، كما يعد الخيار الناجح للمساهمة في تأمين خطوط الملاحة الدولية وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وعن موقف الحوثيين ظهر زعيم الميليشيات في كلمة جديدة له باستمرار تهديده العسكري لخطوط الملاحة، وأكد بأن ضربات الأمريكية والبريطانية لا تؤثر على قدراتهم العسكرية. زعيم الميليشيات أكد حشده أكثر من 160 ألف من المقاتلين تحت ذريعة دعم القضية الفلسطينية، يؤكد استمرار الحوثيين في الحشد ضد الجنوب.
وفي صدد العداء الحوثي، حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها عن مستقبل الملاحة الدولية في البحر الأحمر بأن الميليشيات الحوثية ستتخذ التهديد استراتيجية دائمة تخدم مصالحها وتعزيز النفوذ الاستراتيجي لطهران في البحر الأحمر. المجموعة الدولية أكدت بأن مستقبل التهديدات الحوثية للملاحة ستنعكس سلباً على الحياة المعيشية للمدنيين في اليمن، تعيد الحرب في اليمن إلى أتون الصراع من جديد. أشارت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها بأن الهجمات الحوثية تأتي بالتنسيق مع ميليشيات شيعية عراقية ولبنانية بقيادة طهران، مؤكدة بأن النهج العسكري الحوثي في المنطقة يخدم سياسة طهران الرمي إلى بسط النفوذ والهيمنة على البحرين الأحمر والخليج العربي. كما أضافت بأن غياب الدلائل التي تشير إلى تورط طهران في الهجمات على البحر الأحمر يهدف إلى منع تورط إيران بشكل مباشر، مؤكدة بأن إعلان الميليشيات الحوثية تنسيقها مع طهران ووكلائها، وفي المقابل صمت طهران يؤكد ضلوعها في استراتيجية استهداف الملاحة، وأن وجود سفينة استخبارات تابعة لطهران في البحر الأحمر يأتي لدعم قرارات الاستهداف الحوثي ضد الملاحة وتوجيهها. اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية التواجد الاستخباراتي لطهران في البحر الأحمر أكسب الميليشيات قدرات استخباراتية كبيرة في رصد السفن واستهدافها بتوجيه من طهران، وعللت المجموعة دافع الميليشيات لتهديد الملاحة وربطها بفلسطين هو استعطاف الشعوب العربية والإسلامية، مؤكدة اكتسابهم شعبية غير مسبوقة. وأضافت بأن عدم استهداف الملاحة سيعرض مصداقية الميليشيات للخطر ويسقط زيف شعاراتها، وإن عرض تحركها المستقبل السياسي في اليمن للخطر. وتهدف الميليشيات إلى إثبات قيمتها الاستراتيجية لدى حلفائها في محور طهران، وتؤكد المجموعة بأن الأزمة الفلسطينية مكنت الميليشيات من زيادة حملات التجنيد في صفوفها تحت مسمى مساندة القضية الفلسطينية، والذين سيتم استخدامهم لدعم حروب محلية في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن حرب غزة أتاحت الميليشيات فرصة لتفادي الضغوط الشعبية المتزايدة بشأن ممارساتهم اللا إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما مكنتهم من قمع المعارضين لحكمهم واعتقالهم بتهمة التواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة. وضمن تأثير الهجمة الحوثية على الملاحة الدولية، أوضحت مجموعة الأزمات إلى أن قناة السويس المصرية شهدت بعد الهجمات انخفاضا كبيرا في حركة المرور للسفن، أدت إلى إلحاق الضرر بالوضع الاقتصادي الهش في مصر والمعتمد على إيرادات القناة. وأضافت بأن تحويل السفن مجاريها المائية إلى إفريقيا رفع تكاليف الشحن وأسعار السلع وهدد سلاسل التوريد في جزء كبير من العالم، والتي بدورها تجعل من الصعب على اليمنيين الوصول إلى المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة لقربها من منطقة الصراع. وحذرت من اعتبار الميليشيات تهديد الملاحة تكتيكا رئيسيا تستخدمه لتحقيق المكاسب والتسويات السياسية حتى خارج الملف الفلسطيني. وأضافت بأن استهداف الميليشيات أكثر من مرة لسفن خليجية منذ العام 2018 يمكنهم من تقويض جهود إنهاء الأزمة في اليمن متى أرادوا، كما تعتبر بأن تهديد المصالح التجارية في البحر الأحمر لدول التحالف قد يدفعها للخروج من الأزمة اليمنية دون اتفاق مقابل التهدئة مع الميليشيات الحوثية. وأشارت إلى وقف السعودية التعامل مع خصوم الحوثيين في اليمن سيمكن صنعاء من استئناف الهجمات على المناطق المحررة دون سابق إنذار. وفي قراءة لمستقبل الصراع في البحر الأحمر، تشير المجموعة إلى الوجود العسكري الأمريكي في البحر الأحمر الذي يحد من قدرة الحوثيين على الملاحة الدولية، وفي المقابل يزرع أجواء الأزمة ويزعزع الاستقرار. وأكدت المجموعة بأن الميليشيات لا تهدف إلى المزيد من التصعيد، لكنها أصبحت لا تأبه لخيارات خصومها، وأن مرحلة ما بعد التصعيد في البحر الأحمر ستشكل اختبارا للنهج الحوثي في المنطقة بعد المكاسب السياسية التي حققتها. وعلى إثر ذلك تتعالى دعوات المراقبين مطالبة بوضع حد للإرهاب الحوثي على المستوى العسكري والسياسي، كونها تشكل نافذة لطموحات طهران في أحد أهم المراكز الحيوية للمنطقة العربية في البحر الأحمر، مؤكدين على أن المرحلة الراهنة تشكل إثباتا واضحا لما تشكله الطموحات الحوثية من تهديد على سياق الأمن والاستقرار العربي. وفي المقابل كذلك يدعو خصوم الحوثيين إلى وضع حد للوجود الحوثي برمته أو تجهيزه
تجفيف إرهابه وإجباره على الانخراط في العملية السلمية. على وقع كل هذه الأحداث، إلا أن الأزمة الإنسانية في المحافظات المحررة والقطاع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطن يتفاقم يوماً بعد آخر نتيجة غياب المسؤولين عن الداخل دون معالجة ما يجب معالجته في الداخل. على إثر ما سبق، وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس طالب في تغريدة على منصة إكس رئيس الحكومة والوزراء الماكثين في الخارج بالعودة إلى العاصمة. تغريدة لملس علق عليها مراقبون وأشاروا إلى أن العاصمة عدن ومحافظات الجنوب تحتاج إلى إدارة جنوبية تقودها بعيداً عن استدراج ملف الخدمات إلى دوامة الصراع السياسي من قبل القوى اليمنية، استغلال الوضع الاقتصادي في زيادة معاناة المواطنين تماشياً مع الحرب التي تقودها الجماعات اليمنية الحزبية ضد الجنوب. متابعونا قالوا أن معالجة هذه المعضلات ما زالت حبيسة الأدراج لأصحاب القرار في ظل عجز الحكومة عن تحقيق أدنى مقومات العيش الكريم للمواطن، كما هو الحال في العاصمة عدن التي تناشد من يوم لآخر الرئاسي والحكومة في التدخل لإنقاذ محطات الكهرباء التي تخرج عن الخدمة بشكل كلي من فترة لأخرى، يعيش معها المواطن معاناة تزيد من معاناة الانهيار المتقهقر في العملة الوطنية التي إلى الآن لم يجدوا لها حلاً لإيقاف تدهورها تماماً. كل ما سبق من أزمات وغيرها الكثير، كل ذلك كفيل بأن يجعل المجلس الانتقالي الجنوبي أن ينهض من سباته العميق ويباشر في اتخاذ قرارات حاسمة ومفصلية، أولها فض الشراكة مع الشرعية اليمنية. مراقبون تساءلوا أيضاً حول إعادة الانتقال الجنوبي حساباته الخاطئة ومطالبتهم للحكومة بالمعالجات. الوضع اليوم يتطلب إعلان حكم ذاتي بحكومة حرب جنوبية مصغرة يستطيع بها تدمير خطة الحوثي والإخوان قبل فوات الأوان حسب ما يراه الشارع. وعلى وقع تغريدة لملس، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر للأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد رفضها لعودة الحكومة إلى عدن ودعوتها إلى تشكيل حكومة كفاءات تدير المحافظات المحررة. لكن الغريب في الأمر أن الأمانة لم تصدر أي بيان رسمي على تلك التصريحات وسط تساؤلات حول وجود خلافات بين أعضاء المجلس الانتقالي حول طبيعة الموقف. يؤكد حينها مراقبون أن الخلافات الداخلية تؤجج الوضع في الجنوب وتتيح مساحة أكبر للقوى اليمنية لاستغلال الثغرات وشن تحركات مضادة على الجنوب وشعبه. وفي حضرموت أكد مركز ثاوث 24 عبر مصدر مطلع بأن قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية منعت محاولة انتشار قوة تابعة لدرع الوطن الممولة سعودياً في منطقة حصيحصة غرب مدينة المكلا. المركز أكد بأن تحركات القوات أتت بتوجيه من محافظ حضرموت عبر تعميم تداولته مصادر محلية، إلا أن النخبة الحضرمية قابلته بالرفض مما دفع قوة درع الوطن إلى التراجع والانسحاب باتجاه سيئون في الوادي حيث مراكز تدريبها. وبحسب مركز ثاوث نقلاً عن التعميم، تتألف القوة من 50 مركبة عسكرية وخمس عربات، كما تأخذ القوة أوامرها بشكل رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. لكن سرعان ما أعلن انتقالي حضرموت وقوة قبلية وسياسية متحالفة معه رفضه تموضع القوات في ساحل حضرموت، والمجلس أشار إلى أنها محاولة لإضعاف قوات النخبة الحضرمية التي تنتشر في ساحل حضرموت وجره نحو أتون الصراع السياسي بشكل واضح. محللون يؤكدون بأن خطوات رسم تموضع عسكري جديد في ساحل حضرموت محاولة يمنية تهدف إلى الحد من نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات حضرموت والمهرة وخلق منافسين من الداخل ومن أبناء المنطقة ذاتهم ليضعفوا موقفه أمام أي صفقة سياسية في القادم. وأثناء تحضيراته لتنظيم مليونية تضامنية مع قوات النخبة الحضرمية، انتقالي حضرموت يشير في اجتماعاته
عن رفضه لقرارات السلطة المحلية بالمحافظة والتي وصفها بالحزبية. انتقال حضرموت أعاد الحديث في أحد اجتماعاته خلال هذا الأسبوع عن حادث درع الوطن، تحمل كامل المسؤولية السلطة المحلية بحضرموت نتيجة انفرادها باتخاذ القرارات وفقا للأهواء الشخصية والحزبية حسب البيان. وأعرب في ذات الوقت عن رفضه لهذا النهي الذي يتنافى مع العمل المؤسسي، مشيرا إلى أن صفته شريك في السلطة، كما طالب السلطة باتخاذ موقف مشرف في التصدي للمؤامرات والمشاركة في المليونية. وعبر سياسيون أن دخول أي قوات أخرى إلى ساحل حضرموت سيتسبب في تنازع الصلاحيات وسيؤدي إلى فتنة الجميع في غنى عنها، ولكن يبدو أن الهدف من وراء هذه المحاولات هو تفكيك قوات النخبة الحضرمية وسط تحذيرات من الصدام بين السلطة والانتقال في حضرموت والدخول في دوامة الصراع والمناكفات، مما يؤثر على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مدن ساحل المحافظة. ومن هذا الجانب تجدر الإشارة إلى الاجتماع الذي انعقد في المكلا في اليوم نفسه الذي حاولت فيه قوات درع الوطن دخول ساحل حضرموت. الاجتماع الذي ضم محافظ حضرموت وقائد قوات الدعم والإسناد السعودي للتحالف العربي. ومن هذا المنطلق ينظر محللون إلى أن محاولة إدخال قوات درع الوطن إلى ساحل حضرموت جاء ضمن سلسلة تحركات سياسية وعسكرية ممتدة في المحافظة ويقودها مسؤولون سعوديون وأطراف محلية يمنية حسب مراقبين. وردا على ذلك علق محافظ حضرموت في بيان عبر السلطة المحلية عن موقفه في دعم إعادة التموضع العسكري لقوات درع الوطن في مناطق سيطرة النخبة الحضرمية، معيدا الأزمة إلى الواجهة حسب متابعون. محافظ حضرموت اعتبر أن النخبة الحضرمية ودرع الوطن كيان واحد وأنهما خط الدفاع الأول عن حضرموت، ويتهم من يعارض ذلك بزعزعة الاستقرار في إشارة للضغط والحشد المستمر للمجلس الانتقالي بالمكلا. هذه كانت الحصيلة لهذا الأسبوع، لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم وفي حصيلة أخرى. إلى اللقاء.